Aaron and she talks. $10 was. هنا راديو شباب بنغازي. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم في البث التجريبي لراديو شباب بنغازي من داخل العاصية بنغازي. مشاهدينا الكرام أحباب برنامج العاصية أهلا وسهلا بكم في هالتقرير اللي حيكون لفتة رائعة جدا داخل شوارع العاصية بنغازي. كيف أنتم عارفين بأن شباب مدينة بنغازي يصنع في من المستحيل شيء سهل جدا. راديو شباب بنغازي انطلاقة جديدة لراديو داخل مدينة بنغازي بتكاليف زهيدة جدا، والفكرة أن إيصال رسالتنا اللي دائما نوصل فيها للجميع بأن من داخل العاصية نصنع في المعجزات. حنخشوا أو إحنا خشينا وحنشوفوا كيف كانت انطلاقة هالراديو، كيف حيكون فحو البرنامج العام بصفة عامة، وكيف حيكون عملهم داخل العاصية بنغازي. راديو شباب بنغازي، وهذا هو المكان البسيط جدا اللي حتكون رسالته أروع ما يكون. أحمد أبو السيف، في بداية نقول لك ألف مبروك على راديو شباب بنغازي وهالراديو اللي نتمنى أنه هو يكون يوصل صوت بنغازي حقيقي. الله يبارك فيك أخونا محمد، وشكرا للزيارة طيبة لقناة دبي رسمية وبرنامج العصية المعروف في بنغازي. تحية منا لك حميدة. بداية أعطيني كيف جت فكرة افتتاح راديو شباب بنغازي؟ الفكره طبعا نحن متعودين الشاب الليبي في بنغازي او في ليبيا اجمع، يعني مش كيف الشاب العربي او العالمي. يعني عندنا شاب كل طموحه مرتب، يخدم حراسات، يخدم مش فاهم حتى سياسه، فهذه خلت حتى شرخ يصير بين الشباب اللي يجي يلعب بيه، عاد اللي يعطيه فلوس اكثر يمشي بيه. فاساس الراديو هذا هو فكره التوعيه وتثقيف الشباب كيف يكون مؤهل للدوله، كيف يكون مؤهل سياسيا، كيف يكون مؤهل اقتصاديا. هذا هو اساس عملنا نحن كراديو شباب بنغازي، هو يعني زرع الفكر الاجتماعي داخل الشاب اللي بعيد كل بعد عن السياسه وعن اجواء الحرب. طبعا بيكون بشكل معاصر، يعني كل شاب لازم يفهم شنو هي سياسه قبل ما يبدا حتى ينتمي او ما ينتميش، هو له حريه الراي، فنحن نعطوك انت كيف تفهم السياسه بس. جميل. اسم شباب بنغازي كيف جاء؟ والله هو كان اسم ثاني، وكنا نشتغلوا على اساس برنامج ربح تجاري فقط، بس مع الوقت تغير الموضوع، يعني خشة عملية الكرامة كيف ما انت عارف، وتضحيات الشباب في مدينة بنغازي أثر علينا واجد، فتغيرت من جهة ربحية كنا ندير برنامج ربحي ومكاسب شخصية، بعد التأثيرات اللي صار والشباب واللي صاير في الشباب وكذا، فلقينا روحنا مغيرين فكرة من تجارية إلى راديو شباب بنغازي تطوعي خيري بالكامل، يعني ما فيش حتى مكسب خاص لنا نهائي. يعني بيدونا على المكسب الخاص، من اللي دعمك في هالراديو كالبداية الطيبة؟ خاطي أمي ما عطيتني المصحف هذا، ما فيش حد ما عطيني حاجة. ربي يحفظها لك، ربي خير لك إن شاء الله. أكيد هذه أحلى هدية وأحلى شيء تبارك بينا الوالدة ربي يطول لك عمرها، كاتم معك داعم لك. أبو سيفي مدير راديو شباب بنغازي، ربي يحفظك ويوفقك يا رب إن شاء الله، وحيكون بإذن الله تعالى يوم الافتتاح حيكون معنا حصريا في برنامج العصية على قناة دبي الرسمية، وأنا أتمنى لك ربي توفيق مزيدا من العطاء والبذل والاجتهاد دائما. بارك الله فيك، شكرا لزيارتكم طيبة، ونحييكم ونحيي السادة المشاهدين لبرنامج العصية. الله يحفظك يا رب. مشاهدينا الكرام، هذه هي العصية بنغازي، نصنع في شيء من لا شيء، كيف ما انتم عارفين دائما بأن نحن من نصنع الحياة. فتحية لكل شباب مدينة بنغازي اللي حاولوا أن هم يصنعوا الحياة رغم الصعاب الموجودة داخل مدينة بنغازي. وهنا راديو شباب بنغازي.